أهلاً ومرحباً بكم من شركة ون فاينانشال ماركت للحديث عن آخر مستجدات أسواق العملات. الدولار الأمريكي خلال التعاملات الأوروبية لجلسة اليوم تراجع مقابل سلة من العملات الرئيسية وشهد نوع من التصحيح والتقاط الأنفاس بعد الارتفاعات القوية والقفزة الكبيرة التي رأيناها وتداوله بالقرب من مستويات 96.60. هذه الارتفاعات أتت بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن إعادة تعيين جيروم باور رئيساً للبنك الاحتياطي الفيدرالي للولايات الثانية. ذلك أعطى دافع في الأسواق لنرى هذه الإيجابية، وأيضا اعتبرت الأسواق هذا القرار بمثابة تجديد بقرارات ثقة بقرارات جيروم باول وطريقة إدارته للبنك المركزي الفيدرالي وطريقة تعامله مع السياسة النقدية. وأيضا اعتبرت الأسواق من ناحية أخرى أن التحفيز النقدي سيكون بشكل أسرع خلال الفترة المقبلة، سحب التحفيز النقدي سيكون بشكل أسرع. وبالنسبة للدولار الأمريكي في هذه الأثناء يتداول عند مستويات 96.30. وأيضا بالنسبة لليورو مقابل الدولار نلاحظ أن الزوج يحاول التماسك بالقرب من أدنى مستويات له في 16 شهرا عند مستويات في هذه الأثناء يتداول عند مستويات الدولار 12.60. هذه الارتفاعات وهذا التماسك يأتي مع البيانات التي صدرت عن ألمانيا بالتحديد مؤشر مدير المشتريات الصناعي والذي أشار إلى ارتفاع خلال شهر نوفمبر إلى مستويات 57.6. وأيضا جنيه الاسترليني يحاول التماسك بالقرب من مستويات الدولار 33.80 بعد التراجع الكبير الذي رأيناه. أما بالنسبة للأسترالي نلاحظ تراجعات الأسترالي مقابل الدولار للجلسة الثالثة على التوالي والزوج من الناحية الفنية ضمن المسار الهابط وقد نشهد مزيد من الضغط البيعي. هذا بالنسبة لآخر تطورات سوق العملات وبعض الأخبار التي أثرت على الدولار الأمريكي. شكرا للمتابعة وانتظرونا في فيديوهات أخرى.